لعمل قيادة عمليات سامراء في مطاردة العصابات الإجرامية الداعشية ضمن قاطع المسؤولية. تم تنفيذ عملية واسعة لهذا اليوم، انطلقت الساعة 600 صباح يوم 17 حزيران 2019 من قبل لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، زائدا الفوج التكتيكي لمديرية شرطة صلاح الدين، وزائدا قسم شرطة المعتصم، وبإسناد طيران الجيش الأبطال. تم تطهير ثلاث مناطق، وهي التفتيشة حقيقة، وهي طويبة والبشكان وصعيوية. نعم، النتائج العملية كانت عملية مباغتة حقيقة، لأن احنا أجرينا ثلاث أو أربع أوامر عمليات، وأعلننا عن انطلاق العملية في مكان، وأطلقنا العملية في مكان.